أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تهجم اليوم مقنع مسلح مجهول الهوية على مقر الإذاعة والتلفزة، وقد تم إلقاء القبض عليه من قبل الطاقم الأمني الخاص بالمبنى. هذا ويشار أن المقنع قد قام باقتحام المبنى لأسباب تظل مجهولة إلى حد الآن، كما ويذكر أن المقنع رفض الإدلاء بأي تصريحات تخص القضية. أيوة أنا نحكي معاك، شبه عندي أضربك، إيه قولي؟ أيا جلال ماسك اكسامت مش كانت هيك كمان راك مريض انا كيما كيفك مالي على هذيك المرة اللي قلتلك انت تكسمي قلتلك هو راك شاك حيمان زي ما تخوف فينا ولا كيفا انا فتشنا قاعد بلاسة زي ما كش عندي شوية خدامة في جيبك شبك تدير بيهم راك غلط يا ركبش عندي افكار ورصاص عمره ما نجم يقتل الافكار يا الحبس مستحيل اقتلوه أروح تخلص فرنسي هاد الحركة يضربك اروح تشوف وريلك او بتلبي افكار ما يموتوش